لكن دلوقتي خلينا نروح لزميلتنا لميا حمدين ونصبح عليها ونعرف منها اخبار الطقس ايه. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا، هيئه الارصاد بتتوقع النهارده ان الطقس هيكون شديد الحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشماليه الغربيه. بالليل الجو هيكون مائل الحرارة على أغلب الأنحاء. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس، خصوصا أن احنا بقالنا كذا يوم بنتعرض لارتفاع في درجات الحرارة، فهل الموجة دي مكملة معانا ولا خلاص درجات الحرارة العالية بدأت تنحصر؟ بالفعل يمكن احنا تحديدا امس واول امس الخميس والجمعه كان ذروه ارتفاع درجات الحراره، وسجلنا درجات حراره مرتفعه بالشكل الكبير، لكن من اليوم هتبدا تخف حده الموجه او موجه ارتفاع درجات الحراره، وتنخفض درجات الحراره حتى لو انخفاض طفيف، لكن هيكون اقل حده من الايام الماضيه. احنا متوقع اليوم العظمى على القاهره الكبرى تكون 36 درجه مئويه بانخفاض 3 درجات عن الامس، لكن احساسنا بيها هيظل شديد الحراره خلال فتره النهار في القاهره الكبرى او الوجه البحري او المناطق الموجوده في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، لكن هو اقل حده من اللي احنا شهدناه امس واول امس، فاحساسنا بالطقس هيكون اقل. تعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام في معظم المحافظات بحوالي من درجتين لأربع درجات. المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط من الجهة الغربية بتشهد انخفاض أيضا طفيف في درجات الحرارة، وأجواء حارة على مطروح في الإسكندرية. ده فترات النهار، خاصة إن احنا في طبقات الجو العليا ما زلنا بنتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وده اللي بيساعد إن ما فيش أي سحب موجودة، وبيساعد على إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. بالإضافة كمان فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، الأوقات دي اللي هنبدأ نشعر فيها بالفعل بالتحسس الأحوال الجوية فترات الليل، وخاصة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لأن الأوقات دي درجات الحرارة الصغرى بدأت تنخفض. كمان هيكون معانا نشاط نسبي للرياح فترات المساء ساعات الليل، نشاط رياح ده في معظم محافظات الجمهورية سرعته ما بين 30 35 كيلومتر على الساعة، هيقلل إحساس النسب الرطوبة اللي احنا بنشهدها فترات الليل، وكمان هيساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير. يمكن احنا بالفعل في الليالي الجاية على مدار الأسبوع ده كله نشعر بتحسن كبير في الأحوال الجوية فترة الليل، لكن فترات النهار هتظل فيها الأجواء حارة أو شديدة الحرارة. نبدا نشعر بتحسن في الاحوال الجويه فترات النهار امتى؟ مع يوم الثلاث والاربع الجايين ان شاء الله، تدريجيا مع يوم الاربع نبدا نشعر بالتحسن في الاحوال الجويه، تبدا درجات الحراره تنخفض تدريجي وتعود للمعدلات الطبيعيه لها مثل هذا الوقت من العام، ونشعر بتحسن في الاحوال الجويه ان شاء الله. تبقى الظاهره الجويه المؤثره معانا في وجود المرتفع الجوي للطبقات الجو العليا هي الشبوره المائيه. ما زالت الشبوره المائيه بتتكون على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه فتره الصباح الباكر، فمهم جدا ناخد بالنا يعني قائد المركبات والمسافرين على الطرق فتره الصباح الباكر تكون القياده بهدوء تام، وهي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتختفي والرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. نحذر بس كل الساده المواطنين، مهم جدا على الاقل في الاربع ايام الجايين مع شده الاشعه الشمسي او ارتفاع درجات الحراره فتره النهار نشكرك. ان احنا نتجنب اشعه الشمس المباشره. نشكرك، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 36 والصغرى 26، العاصمه الاداريه 36 26، اسكندريه 33 24، العلمين الجديدة 32-25، مطروح 33-24، دمياط 33-25، بورسعيد 33-25، الإسماعيلية 37-25، السويس العظمى فيها 37 والصغرى 26، العريش 33-24، كاترين 34-17، طابة 36-26، حلايب 37-29، شلاتين 41-30، شرم الشيخ 41-30، الغردقة 41-30، الفيوم العظمى فيها 39 والصغرى 25، بني سويف 39-25، الوادي الجديد 43-25، أسيوط 40-25، سوهاج 41-27،
القنا 43-27، الأقصر 45-28، وأخيرا أسوان العظمى فيها 45 والصغرى 29. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لمنى وشاذلي نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمنى.